مشاهدينا، موسم الأعراس قرب، وإذا حابين توصلوا أو تخلصوا التحضيرات الأخيرة أو إذا حابين تبلشوا بكير للسنة الجاي، موقع واحد كلكم بتعرفوه windowwedding.com بيعرفكم على كل الشركات والمتخصصين بهالمجال. شوفنا اليوم هن من The Favorite Shop. برحب بلينا ورانيا نحال، أهلا وسهلا فيكم. أهلا فيك. The Favorite Shop أو Favorite Shop هو concept store بيقدم كتير مستلزمات لكل العرسين. أيمتى وجدتوا بلبنان وشو يعني concept shop؟ فكرة Favorite تأسست من 3 سنين، والفكرة كانت نشأت لنسهل على العروس والعريس يختاروا من محل واحد الwedding cards، الwedding souvenirs والfavors، بالإضافة لليست دو مارياج. يعني الكوبل بيقدر يزور فيفورت شوب لينقي من التيبل وير سكشن، الهوم ديكوريشن سكشن، الليست دو مارياج تبعيتهم، وهيك بتكون العملية أسهل لإلهم، يقدروا ينسقوا التام تبع عرسهم، بيكون منسق من الكارت العرس للسوفونير لحتى الكونسبت مع الشوكولا والضيافة بشكل عام للعرسين. يعني اختصرتوا عدة محطات بمكان واحد. بالضبط، هو الشوروم هي 350 سكوير متر برملة البيضاء. عندكم فرع واحد؟ نعم. بالاضافه للودينج عندنا كمان من رافق العروس والعريس بالبلان، الفيوتشر بلان تبعهم، بس يحضروا للمولود الجديد. عندنا سكشن للبيبيز، نهتم بالكونسبت، يعني في متابعه مع العرسين من اهم نهار بحياتهم لكمان ايام اخيره كثير مهمه ومناسبات كثير مهمه بحياتهم. خلينا يعني نمشي خطوه خطوه. وان ستوب شوب يعني بيوصلوا لعندكم مره واحده وبيختاروا اشياء كثير هن بحاجه لها لهالنهار بالذات. خلونا نحكي عن نهار العرس ونبدا مع الانفيتيشنز او كرت العزيمه. شو عندهم خيارات بالنسبه لهالموضوع؟ نحن عندنا بالشوروم كمان عاملين كذا سكشن. The first one هي السكشن الwedding cards، سكشن كبيرة بقلبها كل شيء wedding cards يعني من بيقدروا يبلشوا فيها، ومن الwedding card بتحس بتبلش الفكرة لحتى نقدر نعمل لهم كمان يكون مع السوفينير والبرزنتيشن للشوكلت وإذا كانوا حتى بالعرس بدون سوفينير لحتى يكون على موجود على الطاولات أو لحتى يتوزع مع الكارد كمان بيلاقوا الفكرة. فالقصة إنه هي يكون كل الأمور مترابطة ببعض. يعني عادة بيوصلوا لعندكم العرسين لينا عندهم ثيم معينة للعرس، يعني عزمت. كل الأمور لازم تشبه بعضها، وهون شغلكم بيبدأ. طبعا هلا مرات بتحسي في ثيم أو فكرة هن جايين فيها، مرات لا بدهم بس هيك نحن تو جايد ذم يعني على أي فكرة بدهم يمشوا. كونسبت ستور، يعني إذا ما عندهم فكرة واضحة أو موضوع واضح للمناسبة أو للعرس أو للإيفنت، أنتم بتطرحوا عليهم فكرة. بنساعدهم بالديزاين وبنساعدهم بالتشويس للسوفينير وللكارت وللشوكلت والبرزنتيشن كلها. نعم. الفكرة إنه اللي نحن كثير عم نشتغل عليها الكستمايزيشن بالشوب. يعني هيدي أساسية بهالمجال، لأنه الابتكار هو أساسي بهالمجال بالأخص. ما في أي عرسين بحبوا عرسهم يشبه حدا عرس آخر. مزبوط، يعني دايما بحبوا يكون شيء مختلف عن الثاني، أو حتى التام يكون مختلف، الألوان مختلفة، كيف إنه تقدمي الكارت مع الفكرة مع السوفينير يكون كله مختلف. فهذا شغلنا إنه نعطيهم كذا تشويس. رانيا، الأفكار كيف بتتجدد عندكم؟ يعني كيف بتضلوا مستبقين إذا بدك دايما منتابع بالسوق؟ منتابع الألوان مثلا اللي دارجة بالفاشن، لأنه كله بيتبع بعضه. كثير نعمل ريسيرش كمان، والأكثر من هيك كثير أمرار العروس والعريس هن بيحولنا بالفكرة يعني، ونحن وإمبليمنتت لهم. فكثير بنشتغل على الكستمايزيشن، كثير بنشتغل على أنه يكون روحية العرس اللي هن حابين يظهروها تكون موجودة، إن كان بالكارت، إن كان بالسوفينير، إن كان بالديكوريشن تبع الشوكليتس، الكونسبت، الستاند الموجود، حتى سنتر بيسز بالأعراس ممكن نحن كثير من الأشياء اللي تميزتوا فيها بفيفورت شوب هي التيبل سيتنجز اللي بتعملوها. ولكل المناسبات هون الأفكار الخلاقة منين بتجي؟ بتعرفي هي مرات بتجي، يعني إذا بدك تحكي مرات بتجي يا من أسامي العرسين، يا من أسامي البيبي اللي إجا، من السيزن اللي هو خلق فيها أو السيزن اللي العرس صار فيه.
بتعرفي كل هيدي اشياء بتساعدك على انه الفكره انه كيف تطلعيها انه تكون وينتر وينتر ولا سامري افكار او بصير في برين ستورمينج بينكم وبين الزبون؟ كثير طبعا كثير، لانه بتعرفي كل واحد بحس هيك يعني بيحلم بشكل معين يكون للعرس او للكارت للانفيتاسيون كيف بدها تكون. فكثير مهم انه انتم تعرفوا الرؤيه اللي هن حابين اكيد يظهروا فيها، نحكي فيها مع بعض وتحتى نبلش عرفتي باول ديزاين بثاني ديزاين تحتى نطلع الفكره اللي هن حابين انه يظهروا فيها عرسهم. عالم الويدنج فيفرز عالم كثير واسع، قد ايه الافكار هون عم بتكون ابدا ما بتشبه بعضها اذا بدك؟ كثير، يعني دائما بده يكون في متابعه ودائما نحن ما من يعني بنجرب قد ما فينا نكون بمعارض اللي بتنعمل حتى بس نجيب اخر افكار وحتى انه نقدر نشتغل بافكار نقدر ننفذها هون حتى بلبنان. يعني الشوكولا البرزنتيشن اكيد كثير مهم وواضح انه النتيجه كثير حلوه عندكم. نوعيه الشوكولا، طعمه الشوكولا، قد ايه بتشتغلوا عليها؟ كثير. الشوكولا عندنا كمان ان هاوس، بحب ضيف انه كل شيء بيصير عندنا من زينه من فلاورز من هيدا بينشغل ان هاوس، بينشغل مع ديزاينرز وسبيشالست معينين لنقدر نظهر احلى زينه اذا بدك للشوكولا. طبعا عندنا طعمتنا الخاصه، الروسات الخاصه فينا للشوكولا. بالاضافه لهالشيء كمان لانه عندنا الان هاوس ديزاينرز نقدر كثير نعمل سيت اب حلو للشوكولا، يعني بينعرض بطريقه خلاقه بطريقه كرييتيف تقدر كمان تظهر او تعبر عن الثيم تبع العرس او البارك. هون عم نشوف الويدنج فيفرز، يعني في سامبلز موجود ما مش كتالوج او بيفتح لا الصورة. لا كلها سامبلز، احنا في ايتمز بنجيبها. وين بتنعمل عندكم كمان مثل الشوكولا الويدنج فيفرز في بتعملون؟ في ايتمز نحن بنعملها، نحن اللي بنعمله انه في ايتمز لا كثير بنجيب من برا نحن ايتمز يعني بنستوردهم من كذا براند معينه نحن بنشتغل عليها واشياء وهيك. ونحن البلس اللي بنعمله انه بنقدر نعمل باكجينج لهم، البرزنتيشن للسوفينير بتكون بطريقه معينه حتى كمان تلبق مزبوط مع الثيم. هذا هو لنقدر نمشي مع ثيم العرس وثيم الكارت وكل ال. هل في موضه بالويدنج فيفرز مثل ما في موضه مثلا بالمكياج والشعر؟ طبعا اكيد طبعا بالصيف يعني بتحسي انه لازم تفوتي اكثر كولرز كولور باستيل اشياء ملونه اكثر، بالشتاء بنروح مور كلاسيك مور جولد مور سيلفر كل شيء بيطبع بعده يعني. طبعا في موضه حتى بالشوكولا بتحسي في موضه، بالورد في موضه، يعني دائما هو كيف تظهر السيت اب تبع القطعه هيدا هو المهم عندنا، هذا هو اللي بنحاول انه نتميز فيه يعني نعطي شيء. وبما انه هو وان ستوب شوب عندكم سبايا تلقائيا كل شيء بيقدر يعني في رابط بين كل الامور اللي انتم بتعملوها ان كان الويدنج انفيتيشنز او الويدنج فيفرز او الشوكولا او التيبل برزنتيشن، كله ممكن يشبه بعضه لانه معمول او مطلوب من مكان واحد. مظبوط. بحب ضيف شغله كمان انه نحن كثير بنشتغل صحيح عندنا سوفينير امبورتي بس كمان بنشتغل كاستم ميد سوفينيرز لمثلا فور اكزامبل اذا عندنا ايفنت معين خطبه معينه عرس معين حابين يعملوا شيء كثير كاستم ميد من سكراتش مش قطعه بس للتزيين نقدر نعمل لهم شيء هن خاصين نقدر ننفذها بماتيريال خاصه بنزيد عليها مثلا الورد المستعمله بالعرس او الشريطه اللي حابين يحطوها وهيك بيطلع عنا سوفينير كاستم ميد 100%. بعد في مجال لتلبوا العرسين لهالموسم؟ اكيد اكيد بضل في مجال ان كان للويدنج انفيتيشنز او للفيفرز او الشوكولا. اكيد نحن دائما بنفضل يكون في شوي وقت لتقدري تعطي الفكره حقها وتقدري تعطيها يعني مثل ما لازم تتنفس، بس دائما نحن معودين تعرفي على الوقت انه نشتغل بشكل سريع لحتى نخلص الخدمات اللي بتقدموها مش بس للاعراس انما كمان لكل المناسبات الكبيره وكمان المناسبات الصغيره. خبرونا شوي عن غير الايفنتس اللي بتشتغلوها. يعني نحن عندنا ايفنتس الاعراس وايفنتس الاولاد البيبي شاورز كمان عم نشتغل كثير عليهم، وعندنا كل شيء ايفنتس كوربوريت يعني اي براند بدها تعمل ايفنت لحتى يعني تطلقها جديد كمان نحن بنساعدهم لحتى يكون هون. كيف ممكن تشتغلوا على الكونسبت بي كوربوريت ايفنت؟ بنشتغل على الكونسبت حسب شو هو البرودكت، يعني بنعمل لهم الانفيتيشن كارد طبعا بدها تكون سبيشال لهال الايفنت يلي معمول، والسوفينير يلي بدها تتقدم لحتى ترجل
الكلاينتس كيف شو هو البرودكت الجديد اللي بده ينزل. بنساعدهم حتى تو كرييت يعني الفكره الايمج اللي بدهم يتلقوا فيها البرودوي تبعهم. بس اذا عندنا مناسبات كبيره بنقدر نلجا لفيفورت شوب او اذا عندنا مثلا سمول انجيجمنت ان كان بالبيت او هيدا. حتى انا بحب كمان تو ستريس البوينت تبع البيبي شاورز. كثير عندنا كيف كثير بروفيشنال نشتغل بيبي شاورز فروم اي تو زي يعني من السوفينير من الكونسبت من ستاند الشوكولا ضيافه للمباركه تبع استقبال المولود الجديد. هيدا كله موجود عندنا از سيرفيس. وهلا تبعنا كمان بالفلاور ارينجمنتس يعني بصير تنسيق مع الفلوريس مع الكيترين كمان بتقدموا طبعا هالخدمه. بنقدم هالخدمه ليكون المباركه في تنسيق كامل بين كل الافكار نسقها بطريقه كامله وشامله وتلبق كمان على المناسبة تبع المباركة. بتوفروا كتير وقت هيك على العرسين حتى يتفضوا أكثر لنفسهم إذا بدكم بهالمناسبة الكبيرة. شكرا لوجودكم معنا. للمزيد من التفاصيل مشاهدينا عن favorite shop الويب سايت بتعرفوه windowwedding.com. وأنا برجع بشوفكم بعد شوي. ميرسي رولان.